السلام عليكم طلاب، في هذا الفيديو راح نشرح مادة الاحتسابية وراح ناخذ الـ simplification of context free grammar. هاي الـ CFG هي context free grammar. الـ simplification يحتوي على ثلاث أنواع. النوع الأول اللي هو الـ useless simples. النوع الثاني اللي هو الـ epsilon production، والنوع الثالث اللي هو اليونت برودكشن. راح ناخذ كل واحده من عندهم بهذا الفيديو ونشوف شنو معناها وشنو تسوي وشلون نصرف وياها. زين، هسه اول شيء ناخذ اليوز ذس سمبل. يوز ليس سمبلز. زين، شو معنى كلمة use the simples؟ معناها هو العفو مجموعة الحروف الغير مستعملة في يعني غير مستعملة في الحل، يعني ما نستعملها بالحل. زين، يعني القانون مالتها يقول يعني الاس يؤدي الى اي بي او اي، هذا مثال. والاي تؤدي الى اي. زين، يعني شو نقول؟ اول شيء نحذف الرموز غير مستعمله، يعني كل حرف كبير اولا، كل حرف كبير يؤدي الى كلمه، واحنا نعرف انه الكلمه مكونه من حروف صغيره فقط. زين، هاي يؤدي الى كلمة. زين، يعني بمعنى انه هذا الاي هو يؤدي الى الاي، اذا هو مستعمل، عندي هاي الاي حتكون لي اي، بينما هذا الاس حيؤدي الى اي بي واي. زين، الاي هي تؤدي الى اي، وهاي الاي هي اي سمول، بس هذا البي ما يؤدي الى حرف صغير، يعني مجموعة من الحروف الصغيرة ما يؤدي الى كلمة، اذا يحذف. اذا ايش راح يبقى عندي بالحل؟ راح يبقى عندي انه الاس يؤدي الى، طبعا من يحذف؟ يحذف هو والوياه، يعني هاي البي هي راح تحذف ونحذف الاي وياها. اذا راح يكون عندي فقط الاس يؤدي الى اي، العفو، والاي تؤدي الى اي. هاي اول شرط. ثانيا، لازم كل حرف كبير نصل اليه من خلال الستارت اللي هي اس. يعني كل حرف كبير موجود عندي بالجرامر لازم اوصله من خلال الستارت. هسه الاس هي الستارت، اذا وتكون لي كلمه اللي هي اي. اما الاي هو حرف كبير بس ما اقدر اوصله من الستارت، يعني الاي ما اقدر اوصله من الستارت، يعني ماكو فد اي وهنا اكو اي لوخ حتى اوصل لها من هاي. اذا هاي همين تحذف، اذا الناتج راح يكون عندي بالنهايه هي الاس تؤدي الى اي. هاي هي تتخلصت من حروف غير المستعملة الموجودة بالجرامر. راح ناخذ مثال لاخ. تمام، ارجع وياكم. عندنا هذا المثال. هذا المثال يقول لي remove useless simples، احذف كل الحروف الغير مستعملة في الحل. زين، هسه راح نشوف. نشوف انه هاي الاي تؤدي الى هاي الاي سمول. اذا هذا الاي هو نقدر نستعمله. طبعا راح نقسم الحل الى حلين، هي اولا والثانية. يعني مثل ما حليناها فوق هذا المثال، حليناها باولا وحليناها بثانية، فهينا اولا وهنا ادي ثانيه. زين، يعني لازم نجرب الشرطين. نشوف هسه ادي يعني هاي الاي تؤدي الى اي، هاي سي تؤدي الى اي، وتؤدي الى اي بي اكس. هذا الاكس لازم يؤدي الى حرف صغير حتى اقدر اخذه. بما انه نرجع للاكس، الاكس كله حروف كبار. اذا الاكس عندي ما يفيدني من خلال هذا السؤال، الاكس ما يفيدني، يعني ما حيودي لي الى كلمه، الى حروف صغيره. اذا راح احذف اي شيء بي اكس، يعني حنحذف هذا الاكس وهاي الاي وياه، اذا ذن راح ينحذفن. وهذا الاي هذا كله راح ينحذف، الاكس راح نحذف هاي لانه بها اكس، وراح نحذف هاي لان بها اكس. اذا راح يبقى عندي، هنا انه الاس يؤدي الى بي اي فقط، لان هاي حذفناها. الاكس قلنا حذفناها كلها من الكتبه. البي هاي حذفناها للاي اكس سي، بقى بس عندي البي صغيرونه. والسي تؤدي الى اي نكتبها، اما هاي الاي بي اكس نحذفها لان بها اكس. واخر شيء عندي الاي يؤدي الى اي. إذا هسه وصلنا، حققنا الشرط الأول، لأنه كل حرف كبير يؤدي إلى كلمة أو حروف صغيرة.
عندي الاي يؤدي الى اي، والسي تؤدي الى اي، والبي يؤدي الى بي صغير. هاي الاس تؤدي الى بي اي، البي تؤدي الى حرف صغير اذا مقبوله، والاي هم تؤدي الى حرف صغير اذا مقبوله، اذا كلهم مقبولات. زين، هسه الشرط الثاني انه لازم كل حرف كبير من ذني اقدر اوصلهم من خلال الستارت. هسه خلينا نجي نباوع، هسه نقول الاس البي والاي. زين، يعني اذا وصلت اني للبي وللاي من خلال الاس، وصلت لهم، شنو الزايد عندي اللي ما قدرت اوصل له؟ هو السي، اذا يحذف. زين، اذا راح يبقى عندي بس البي يؤدي الى بي والاي تؤدي الى اي. هذا هو الناتج النهائي للسؤال. لازم نحل كل سؤال بخطوتين، يعني اول شيء نشوف انه كل حرف كبير يؤدي الى كلمه او حرف، يعني بمعنى حرف صغير او مجموعه حروف صغيره، وناخذ ثانيا اللي انه كل حرف كبير اللي هي البي والاي والسي لازم اقدر اوصلهم من خلال الستارت. هنا انا ما قدرت اوصل للسي، فاذا حذفتها ويطلع عندي هذا الناتج النهائي. هاي هي اليوزلس سمبل، يعني احتمال يجينا سؤال عباره عن جرامر مثل هذا ويقول لنا منطق السؤال ريموف يوزلس سمبلز. زين، هسه راح ناخذ النوع الثاني من السمبليفيكيشن، النوع الثاني واللي هو الابسلون برودكشن. شنو الابسلون برودكشن؟ معناه انه اقدر اوصل كل، هي عباره عن كل حرف يعطيني ابسلون سواء بصوره مباشره او بغير مباشره. زين، هسه اكتبها هنا، كل حرف يؤدي الى الابسلون، نحط الابسلون بين قوسين، بصوره مباشره او غير مباشره. زين، يعني مثلا مثال بسيط على هذا الحكي انه الاس تؤدي الى اي والاي يؤدي الى ابسلون. هسه هنا من يقول لي هل هاي الحروف تؤدي الى ابسلون؟ اقول له اي، الاي يؤدي للابسلون بصوره مباشره، والاس يؤدي الى الاي، للاي اللي هو يؤدي للابسلون، اذا الاس هم يؤدي للابسلون بس بصوره غير مباشره. اذا الاس والاي هم ابسلون برودكشن، وهم حروف مستعمله، واقدر اوصل لهم، اقدر يعطوني اثنيناتهم ابسلون بصوره مباشره او غير مباشره. زين، هسه راح ناخذ مثال ثاني، نرجع مره ثانيه، عندنا هذا المثال البسيط على الابسلون برودكشن. يقول لي احذف الابسلون برودكشن، يعني احذف العناصر اللي ما تنطيني ابسلون، احذف الحروف اللي ما تنطيني ابسلون. زين، هسه راح نجي هنا نشوف ندقق، وين الابسلون؟ الابسلون هو هنا. اذا من ينطي الاف. اذا عندنا الاف تنطي ابسلون، اذا الاف هي من ضمن الحروف اللي تعطيني ابسلون. اذا ماكو داعي احذف الاف. زين، هسه نجي نشوف التي. هل هذا التي ينطيني ابسلون؟ خلينا نشوف بالله، اي ينطيني اف، بما انه الاف تنطي، اذا الاف تنطي ابسلون بصوره مباشره، بينما التي ينطي اف، ينطي اف اف هنا واف هنا، اذا التي ينطي ابسلون بس بصوره غير مباشره عن طريق الاف. اذا هسه الاف صحيح ينطينا، ماكو داعي نحذفه، والتي همين. خلينا نشوف الاي بالله، الاي ينطي ابسلون، الاي ينطي تي، اذا التي والتي ينطي اف والاف تنطي ابسلون، اذا الاي همين ينطي ابسلون بصوره غير مباشره. زين، اذا هم اهم ما نحذفه. نروح للاس ونقول هل الاس ينطي ابسلون؟ الاس ينطي اي، والاي تنطي تي، والتي تنطي اف، والاف ينطي ابسلون، اذا همين يعني الاس ينطي ابسلون بس بصوره غير مباشره. هاي هي طريقه الحل. اذا هسه ايش راح نسوي؟ ها طبعا نرمز للحروف اللي تنطيني ابسلون بالنول نولابل، يعني معناها الحروف التي تعطي الابسلون. ونفتح مجموعة نقول هي الاف والتي والاي والاس، هاي هي الحروف اللي تعطيني ابسلون. هسه شلون نحل؟ نحل عن طريق تعويض الابسلون بكل وحدة بهن. هسه نقول السوليوشن مال الحل، نجي على اول وحدة نقول الاس ابيها اي، عفوا سد القوس، وابيها اي، وكذا عفوا صارت غلط، الاس ابيها اي بين قوسين او اي. زين، هسه عشان نحل نضيف الابسلون، يعني بما انه الاي هو ينطي ابسلون، اذا لازم اعوض بدلاله الابسلون. هعوض الابسلون هنا بين اقواس، الاقواس تنزل فارغه، يعني شنو فارغه؟ يعني اكو ابسلون هو هنا بس هنا نقول عليه لا يكتب، يعني شنو؟ يعني بس نحط اقواس فارغه. طبعا ناخذ ملاحظه بسيطه نقول انه هاي الاقواس الفارغه هي تعتبر من الحروف الصغيره. زين، يعني القوس حاله حال الاي والبي والسي صغار، فاذا ما يتاثر بالحال. زين، هسه راح ناخذ الاي ونشوف ايش حنسوي بها. الاي بها يا اما تي او اي زائد تي
او اي ناقص تي. وشنو بيها؟ هسه احنا ناخذ الاي هو عباره عن ابسلون قلنا قبل شويه يؤدي الى ابسلون، والتي هم من يؤدي الى ابسلون. فمره ناخذ الاي ابسلون ومره ناخذ التي ابسلون. هسه هنا اذا ناخذ الاي ابسلون ايش حيبقى؟ حيبقى لي بس زائد تي، او حيبقى لي ناقص تي. زين، او هسه حناخذها بالعكس، راح ناخذ التي ابسلون، فهذا التي حيروح، فحيبقى لي اي زائد او اي ناقص. زين، هاي هنا شو ايش صار؟ هنا أنا هو الابسلون ينكتب، هنا عندي ابسلون، بس احنا ما نكتبه بالحل. هنا اكو ابسلون بس احنا ما نكتبه، ولازم من لا يكتب بالحل، اذا نكتبه بالحل فيصير الحل غلط. زين، فمره هنا ايش سوينا؟ نزلنا هاي الثابته منا، نزلناها الثاني نفسهن، ومره اخذنا التي ابسلون، سوينا تي ابسلون، ومره سوينا الاي ابسلون. من سوينا الاي ابسلون صار عندي زائد تي، بقى يعني اذا هنا بهاي من نسوي الاي ابسلون حيبقى بس زائد تي، فبقى عندي بس زائد تي. وهنا هم من نسوي هاي الاي ابسلون يبقى عندي ناقص تي مثل هاي. هسه سويت التي ابسلون، هاي التي اذا راحت بقى عندي اي زائد واي ناقص. زين، اللي جوها اللي هي التي تنطيني اف، وتعطيني تي في اف، وتنطيني تي تقسيم اف. زين، طبعا نسيت نذكر اكثر من ملاحظه ورا المنحل. هسه احنا حنفرض انه الاف هو الابسلون، اذا الاف حيروح من ناحيه حيبقى عندي بس تي في، وحيبقى عندي بس تي تقسيم. زين، او نفرض انه التي هو الابسلون، اذا هنا ايش حيبقى عندي؟ حيبقى في اف وتقسيم اف. زين، هذا هو الحل. هو هنا مثل ما قلنا اكو ابسلون بس ما نكتبه بالحل، هنا اكو ابسلون وهنا اكو ابسلون بس احنا ما نكتبهن. واخر وحده عندي الاف اللي هي تعطي اي بي سي ابسلون، فالاف قلنا الابسلون ما ينكتب فحنعطي بس اي بي وسي. زين، ملاحظه بسيطه اخيره، نقول انه الاي عفوا الزائد والناقص والضرب والقسمه تعتبر حروف صغيره، بما انه هي حروف صغيره اذا ما تاثرت بالحال. اذا مثل تشوفون صارت الفي، والفي هنا نزل والناقص نزل، وهنا هم يعني الزائد والناقص نزلين، ما تاثرن بالحال لان الناقص والزائد والفي والضرب وكذلك الاقواس تعتبر من الحروف الصغيره. هذا هو الابسلون برودكشن. لهنا ينتهي الفيديو، اتمنى استفادتم منه.